السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري، كديري لاباس؟ اليوم باذن الله جيت نقدم معكم وصفه سهله ماهله ديال البريوات اقتصاديه بالكاوكاو وبدون كثره الزيوت بدون قلي، كتجي صحيه وكتجي لذيذه. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو للاخر وتشوفوا معنا المراحل، ساهلين ماهلين. نبداو على بركه الله. عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو، خديت هذا الحمر هذا كيعجبني. غادي ندير معاه الزيت وغادي نحطه في الفران، غادي نشعلو عليه من الفوق ومن الاسفل ونخليه على عافيه مهيله حتى ياخذ الوقت ديالو في التحمار. اللي بغات تقشرو تقشرو، انا بصراحه بغيتو بالقشور ديالو. هانتوما كما غادي تشوفوا معايا كندهنو مزيان بالزيت وكندخلو الفران على النار مهيله حتى كياخذ الوقت ديالو ديال التحمار، ما تجهدوش عليه باش ما يتحركش ويبقى خضر من الداخل. من الاحسن العافيه تكون مهيله، من الاحسن ومن الافضل. انا كنلبسو مزيان بالزيت وغادي ندخلو الفران. ها هو من بعد ما تحمص غادي نطحن معاه كاس ديال السكر سنيده وهاد المنسم هذا ديال ايديال والزبده. استعملت ملعقه كبيره مع ماء الزهر، طحنتهم مزيان مزيان وهو سخون. ومن بعد درتو كويرات ونسيت ما قلتلكمش ضفت حتى القرفه. صافي من بعد ما طحنتو كيجي على هذا الشكل. دروك حيت الليل كيبان بني اكثر، هو راه عادي غير مع الاضاءه ضعيفه ودكشي كيبان اللون ديالو بحال الاسود، هو راه اللون عادي ديالو قهوي. صافي كنشدو الورقه ديالنا، نصف كيلو ديال الورقه، كنقطعها على شكل طولي وغادي نسرحها في سطح العمل. كما غادي تشوفوا معايا غادي نسرح الاشرطه، غنعبر بهادي باش يجيني قياس واحد. ما غنديرهمش انا صغار، غنديرهم بين وبين. اللي بغات تستعملهم صغار تستعملهم، بصراحه كيعجبوني هادو بين وبين باش كيجيو حتى في العضه كيجيو مهم كيجيو زوينين. وكل واحد على حسب الرغبه ديالو، اللي بغى يستعملهم صغار من هكا يستعمل. صافي غادي نقطع. من بعد ما قطعتهم كنسرح الاشرطه كلهم بحال هكا، كنسهل عليا العمل. صافي وكنولي نقسم من دوك الكرات وكنتني كيجيني العمل ساهل ماهل. ها نتوما كتشوفوا ملي كنبداو البنات في الجناب كنضغطو مزيان باش ما تحلش لينا. هانتوما شوفو كنضغط، راني واخا مسرعه ولكن رانا الصبع ديالي كيضغط عليها في الجوانب. الصراحه ملي كتسرحو بحال هكا الاشرطه وكتسرحو فوقهم الكريات كتجي العمليه سهله، كتلقاي راسك بالزربه كملتي الكميه ديالك وما كيكونش عندك التعب نهائيا. ثم كيمشو كنسوديوهم من الجناب بالدقيق. من بعد ما كملت كنشد الزيت وكندهنها من الفوق غير باش تحمر ليا. كيما شفتوا بصراحه انا هادو ديال الفرن جاوني احسن من هادوك المقليين، كتاكلي منهم ما كيضروكش واقتصاديين حتى في الجيب. كما كنفكروا دابا كنفكروا في الجيب اكثر. صافي غادي ندهنهم بهاد الكميه اللي عندي ديال الزيت. انتم كيما شفتوا استفتهم وغادي نشعل عليهم من الفوق ومن الاسفل والعافيه مهيله. كياخذوش الوقت بزاف، غير كتبدا الورقه ديالي تاخذ واحد اللون. صافي كنزولهم. كما كتعرفوا راه كلشي طيب، الورقه راها طيبه، الحشوه ديالنا لداخل العقده حتى هي راها طيبه، غير كنتسناو غير اللون ديالها شويه يتحمر وكنطفيو عليها الفران. كنجي لهنا كنستعمل انا هاد العسل هذا وكنبدا نزولهم من الفران. هانتوما شفتو كي تيجيو. دابا كنزول اللي كيبداو يتحمروا كنحيدهم وكنخليهم يباتوا ليله كامله في العسل. كنبقى نسقي فيهم بحال هكا وكنخليهم ليله كامله وهما في العسل باش كيجي العقده شاربه من الداخل وكيجيو لذاد بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم.
وينالوا الاعجاب ديالكم باذن الله. اللي ما بغاش تستعمل الكاوكاو تستعمل اللوز، اللي بغا تخلط ما بين الكاوكاو والزنجلان حتى هو كيجي زوين. ها هو من بعد ما في الصباح، من بعد ما باتوا ليله كامله في العسل، كيجي اللون ديالهم زوين. ها انتم شفتوا صفيتهم، حطيتهم دابا يتصفاو كما قلت لكم، خليتهم ليله كامله، شفتوا اللون ديالهم كي تيتغير. صافي غادي نديرهم في الصفايه حتى يتصفاو، ونديروهم في واحد السوبيره ونخليهم، نبقاو نهزو منهم. اللي بغا تخزنهم في المجمد تخزنهم، حتى هما ما كيطرى ليهم حتى شي حاجه. ما نقولش لكم الريحه ديالهم، يا سلام. شتو كتيجيو؟ راه كيجيو محمرين من الفوق ومن الاسفل، كيجيو ولداد، وكتجي هذيك الورقه مقرمشه كيما شتو، ما ترتقو ما حتى شي حاجه. كنتمنى انكم تجربوهم نتوما، شوفوا كتجي العقده لداخل معلكه ولذيذه لذيذه. كنتمنى انكم تجربوهم. كما قلت لكم اللي بغا دير شي حشوه لداخل تستعمل، المهم الكاوكاو انا استعملته بالقشور ديالو. كما كتعرفوا القشور ديالو فيها منافع كثيره، اللي ما بغاش تستعمل القشور ديالو ما تستعملهمش. كل واحد على حسب الرغبه ديالو. كنزيدهم داك العسل من الفوق باش يعطيهم هذيك اللمعه. انا خليتهم سامبل، اللي بغى يستعمل فوقهم الزنجلان يستعملوه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون سهله ماهله وتنال الاعجاب ديالكم، ومع السلامه.